تعادل تكلفة استثمار في مجال تصنيع السيارات عبر إقامة مصنع بكافة هياكله وتجهيزاته ونقل الخبرة والتكنولوجيا 4 ملايير دولار، في حين تستغرق آجال تخريج أول مركبة من المصنع 3 سنوات. ويجب أن يسبق كافة هذه المفاوضات استكمال إعداد منظومة تشريعية واضحة تؤطر صناعة وتركيب السيارات في حلتها الجديدة، في حين تؤكد مصادر من قطاع السيارات أن الشركات الأسيوية الكورية والصينية والهندية ستكون أكثر اهتماما بالدخول السوق الجزائرية للاستثمار في مجال المركبات السياحية والنفعية والشاحنات والدراجات والجرارات على رأسها ماهندرا، بالنظر إلى التنافسية التي تحظى بها منتجاتها في الجزائر. كما التقى مسؤول شركة تويوتا اليابانية قبل أسابيع ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أكد أن الاستثمار في مجال تصنيع السيارات في الجزائر سيكون مطروحا في الوقت المناسب عند اكتمال النصوص التشريعية المؤطرة لهذا الفرع. وسبق وأن حازت شركة فيات الإيطالية على اتفاق مبدئي لدخول السوق الجزائري قبل 4 عقود، حيث كانت صاحبة أول مشروع لتصنيع السيارات في الجزائر في ثمانينيات القرن الماضي لإنتاج المركبات النفعية بولاية تيارت، إلى أن حلم السيارات الجزائرية تبخر وقتها بسبب ظروف أحاط بالمشروع وجعلته لا يرى النور. وفي الأخير ما تنساش عزيزي المشاهد تقول لنا ما رأيك في هذه الشركات، وما هي الشركات التي تتمنى أن تدخل إلى الجزائر. سلام.